والله يا جماعه بدي احكي لكم عن جد، والله الواحد صار يكبر والله العظيم، مو عارف كيف انه بحس هيك كل 4 سنين بساعتين. يعني الواحد بس يجي يتذكر هيك ايام المدرسه زمان كيف كانت الحياه، والحياه السعيده اسعد من هسه بكثير. هسه بحس الكل مشغولين، كل واحد ايباده في دو وبتابع بورصه وبتابع هذا. احنا كنا نطول الطريق واحنا رايحين على المدرسه مشان نحكي قصص كثير تافهه وما لها دخل. انا اذا واحد كان يضربني في المدرسه وانا حامل الشنطه، اذا بدي يوقف بقول له انت فيها كتاب دين، خلص بوقف وبعتذر وتخلص الطوشة كامل ما بضل فيها. وموضوع المقصف قديش كان في معاناة انك توصل لشكفة سندويشة ما بتشبعش دبانة حامل. فيا جماعة انا برأيي يعني هاي الشخصيات احنا اللي صرنا فيها، والواحد صار زلمة من وراء كل شيء صار معه في حياته وصغير، و90% من اللي صار معه صغير في المدرسة. فاحتفظوا بذكريات الطفولة. هسا سوزان بتحب العطر، إذا جبت لها عطر أبو 20 ليرة هدية اعتذار، وعزمتها مطعم نص فاخر أبو 15 ليرة، حبتين برجر على بطاطا وبنزين 5 ليرات كله بيطلع 40 ليرة. لا استنى عيد ميلاد مراد أرخص. تلت أنثى الضفدع 2000 بيضة. ثواني، هي تلت البيض ولا بتبيضه؟ لازم أحضر دوكيومنتري عن الموضوع. هبطل السجاير وهكون إنسان جديد، ومن أول يناير خلاص أشيل حديد، خلاص أشيل حديد. ما لأمكم على الصبح؟ شو؟ جد بحكي ما لأمكم على الصبح؟ متعب إيش أمكم وأمكم؟ خالو شكل ماما مريضة. طبعاً مريضة، إلها ساعة رايحة جاي على الحمام تستفرغ، أكيد مش سياحة. صح، خالي اليوم مقابلتنا. مقابلت شو يا أخوي؟ مقابلة المدرسة. وأنا مال أمي، شو دخلني؟ عشان أختك مريضة حكت اليوم تدور عليك. ما تخلي خواتك ياخذوك. ريح حالك، أنا مش فاضي، يعني تسجيل جامعة. أم كريم حكت أنت تخدني. إن شاء الله بأخدها. لو رجعت على المدرسة بلشت من الصف الأول ونجحت بكل الامتحانات، هيك بكون ذكية بالغبية. أكيد بكون ذكية. يا الله نقصيني يا زينة، هسا بدي أفهم من الأول. مالك؟ ولك ايش هاد؟ ايش لف وحياة سامي لف؟ ايش هاد؟ سامي ايش هاد؟ استطيع صح؟ ما شاء الله ما شاء الله بجنن. مش حلوة يا زلمة منور. يا زلمة مش حلوة منور نزل. بتجنن يا زلمة. صباح الخير. صباح الفل. شو هاد؟ نيح ما شافتني يا زلمة. شو هاد يا زلمة؟ زلمة هي مزبوط البت القديم كثير لأنها أصوت أبيض يعني. بس بتجنن. أنا أنا حسيت حالي لمحت إشي، ممكن أفهم إيش لابس؟ موديلينج، أنا موديلينج. بعتولي على الواتساب شركة موديلينج، حكولي بدنا في شأنك منك تسوي لنا هذا ولا أنا؟ شو اللي لابسه؟ عرفتيني بالله؟ هل يخفى الهبل؟ قمر، قصد القمر يا قصد القمر. على فكرة سوزان مرة أنا وسامي كنا نروح على حفلة ونفوت على القمر يعني على الحفلة، بس ما فوتونا قالوا لي أنت معك القمر وسامي القمر. بتتذكر؟ ولا رضي ونقول لهم يا جماعة أنا كيف مرك؟ عجبها عجبها بجن؟ شفت؟ إيه أنت قمر، أنت مش قالب غالي. إيش أبي خال؟ والله ما عرفتك. نيح إنك ما عرفتني. أصلاً أنا لابس هيك متنكر، أنت ليش لابس هيك؟ هذا لبسي، أنا أصلاً مش متنكر. أنت بتروح هيك على المدرسة؟ أنا هيك بحب البس. إيش محامي الصف أنت؟ تفضل. ولد هذا بحس عمره 200 سنة. هاي طلعوا الأولاد. احكي. رنا. والله ما أنت ناسي إني جاي عندك. لا لا شو ناسي، لا متذكري متذكري رنا. الصراحة ناسي سيارات الحمل. شو؟ اضحكي اضحكي اضحكي. بقول لك حامل حامل. طيب مبروك مبروك. بامبين صغير هيك يركض حواليك. يا رب وجهي يكون حلو. مع القعدة انسامي ولا بدون؟ طب الولاد شو حكوا لك؟ مبسوطين صح؟ أختي الأولاد مبسوطين بشكل عام، يعني من شهر وجاي من لما إجينا هون عند سامي مبسوطين، بس ما
بس بصراحة لأنهم مبسوطين ما بدي أحكي لهم، خلص بكفي الخبص اللي براسهم اللي صار بيني وبين ربحي. زينة ما رح تكون مشكلة، الله يحميها، بس مش رح تنتبه إنك حامل. سمر وكريم تخيل شو رح يحكوا بس يشوفوكي. اسمعي ما تفهميني غلط، بس شو بدك أحلى من شخص جديد يفوت حياتهم؟ قطي صوتك، بديش حدا من الأولاد يسمع. شو بدك أحلى من شخص جديد يفوت على حياتهم؟ زينة زينة أمك قاعدة بتخلط إشي من ورانا، بدها تدخل حدا على حياتنا. ياي ماما رح تجيب بيبي، بدي أسميه صبحي. أنتي قديش سمك مخك بنت الحلال، بحكي لك أمك بدها تدخل حدا جديد حياتنا، يعني أمك بدها تجيب عريس، يعني أمك بدها تتزوج. كيف بدها تتزوج؟ يعني مش لازم تطلق بالأول؟ آه صح، إذا لمين العريس؟ إليك؟ ياي ماما رح تجيب العريس، يا رب يكون اسمه صبحي. أنا بس أفهم أنتي شو مشكلتك مع صبحي؟ هيك بحس الحين اسمه صبحي، بس حصبح بكير وكن مبسوط. شوفي زينة، أنا بحسدك على غبائك، كتير بحسدك على غبائك، بس بهذا الموقف ما بزبط، بهذا الموقف غبائك رح يضيعك. ليش بتحسديني؟ دورك أكيد بعدي. أنا كنت بس أمشي من الممر هون، هيك الطلاب بصير ترجف رجف. هيبي هيبي والله. ولا إيه ما بغشك أنا. كنت يعني مسيطر انت. زي انا خايف، تعرف من ايش خايف؟ خايف ما يقبلوا الولد من ورا مضي الاسود. طب لحظه، بركي المدير هو نفسه بحب اللون الاسود، بدون هيك ذوق. هذا في حال انا فايت ابيعه بلايز. صح يا زلمه، انا خايف يعرفوا شكلي. لا يا زلمه تحكي الشك، والله شكلك مجنن. حياه كريم نظارات عليك كيف نار، بس انت اهم شيء انك تفرجي من انت واثق من حالك. يا زلمه انا اذا فرجيتهم انه واثق من حالي مش راح يعرفوني يعني. لا يعني مش من شيمك. طب يا سيدي موضوع الثقة وزبطنا. إذا مخايف يفتحوا الملفات القديمة. ملفات شو يا خالي؟ هي تأكد ما كنت أسوأ طالب عندهم. سامي طلع هذا بشبهك، في شبع فكرة، بتحس ملامحك بنت صغير يعني. ملامحك هسه فيروز قلبت، هذا أنا يا زلمة. يعني أنت هسه قلقان من الملفات وأنت مطلوب من الانتربول؟ خل ما اسمهاش انتربول، اسمها انتر مول، يعني ادخل السوق. الحقني وضحت انت وهمالتك. سامي طلع مكتوب لا تكن مثله، يعني ممنوع تكون زيه انت كليا. لانه فهمك ومستوى استيعابك هيك فهم، هاي معناها لن تكون مثله. يعني ولا مره رح تصل للمستوى اللي فيه انت، حياة الله. ما بغشك. هيفي وراك. زينة ايش بتعملي؟ فكرك هاد مزبط العروسة جديدة؟ يا الله كيف بدي اعرف ذوقه صبحي؟ انا بس نفسي افهم انت شو قصتك مع صبحي؟ بعدين اذا هالقد بتسألي لما يجي بتعرفي بتسألي؟ على فكرة يمكن يكون بيحبني عشان شخصيتي وذكائي. شخصيتك وذكائك؟ ذكائك؟ طبعا. خلص لهيني لازم اجهز قبل ما يجي. انت بالله من كل عقلك بس مفكرة جد انه رح يجي ياخذك ويضل رايح؟ وجبة تيك اواي الانسة؟ مدام لو سمحتي. بعدين إذا أنا موافقة ليش لا؟ هاي وجبة التيك اواي أذكى منك. يعني أنت بس يجي دورك ما رح توافقي؟ طبعاً ما رح أوافق. من كل عقلك مفكر إنه أنا ممكن أخذ واحد لا بعرفه ولا بيعرفني ولا بعرف عنه إشي؟ أنا واثقة بماما. رنا؟ واثقة برنا؟ ما إحنا شفنا ذوقها رنا، آخرته صبحي يطلع مثل ربحي. يا ريت. فكرك هيك رح يكون أصلع ولا عنده شعر؟ يعني هيك مليان ولا نحيف؟ فكرك رح يطلع رومانسي؟ لما يجي بتسأليه. أهلا وسهلا شرفتونا. أهلا بستة كريم الفاضلة، أنا كريم ربحي وجاي أسجل عندكم وهي ولي أمري. أهلا وسهلا حضرتك. أنا مراد البهلواني مدير أعمال ولي أمر كريم وأخو الروح بالروح. إحنا تعرفنا على بعض 2006. بدك تغني. أوكي أهلا وسهلا شرفتونا بمدرستنا، أنا مس علا مسؤولة التسجيل هون. إيه كريم على فكرة أنت حدا كتيرك مرتب وبتعرف تلبس مؤدب أكيد وشاطر. إن شاء الله ما رح نطول هلأ بس ليوصل الأستاذ فخري عشان بلش تسجيل. بس حكيتي مين أنا أستاذ؟ إيه فخري. شو بيشتغل هسه هون؟ إيه مدير مدرسة. أستاذ فخري مدير مدرسة صح؟ قوموا جماعة قوموا يعطيكم العافية. لا وين هلأ بيوصل؟ هي وصل الأستاذ فخري، أهلا وسهلا. تفضل أستاذي. أهلا أستاذ.
اهلا وسهلا بالاساتذه. لسه كنت استاذن والله نسحب حالها ونروح. ارتاح اهلا وسهلا. لا لاني صف مزدوج. لا ارتاح خلينا نتعرف على بعض. حياك الله اهلا وسهلا. ما ايش تفتح نظرات؟ ما بزبط حساسيه وحاط قطره وهيك. تحملنا معلش. معلش عشان نتعرف عليك. سامي أسوأ طالب في تاريخ مدرستنا. نقطتها السوداء. نعم أنا 40 سنة في مهنتي كمدرس ما شفت مثله. لهسه مدرستنا واقعة بسببه. سامي تعرف أنا ما كنت متخيلاك هيك حدا حقيقي هيك موجود معانا هون. سمعتك سابقاك بصراحة يعني ولحسن حظي إني أنا ما كنت بشتغل بالمدرسة يوم أنت كنت طالب. لا والله ستي لسوء حظي ولكان كثير كيفنا. رح تنبسط يا فاشل. ما هي هوايتك الصرصرة والهمالة. شو مالنا فخري؟ خلص ما تقعد تهدى. مالنا مالك لوك 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 نسيت زمان؟ خلص انت من يوم ما كنت سكرتير وانت شوق بحلقي. عفكرة شوق الكثير فوائد. انا حضرت دوكيومنتري على الموضوع. مين هذا؟ انا اخوه لسامي. طبعا انت زي عوايدك بتعمل مصايبك وبتجيب شلتك مشان يدافعوا عنك. لو سمحت. طب بعدين معك يا عم. ما بظبطش هيك هذا الطريق بيدك. عم بتوهم. رن عليك 3 دقائق ونص بالضبط حامل. كيف تتوهمي؟ اي شو بعرفني بس هيك حاسه نفسي على كرز. لا خوخ. مانجا. لا قشطه. شاي. شربي شاي. 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 شو عبالي شاي. تقوم عمل شاي. دايخة. ايش قصص الحوامل هاي؟ ايش ما... لا استني عن جد عليك حرارة. مرته اكيد حامل. يا الله. حرارة مش من اعراض الحمل جد؟ شو عن جد؟ انا اللي مخلفة 3 ولا انتي؟ مش بحرفني. زمان ما اجتني هاي الاعراض. يا بنت شكلك متسممه او ما كليت لك اشي. شو بتعملي؟ احكي لك مع الدكتور. والشاي؟ بعمل لك شاي. على فكره انت ليش هيك؟ لو كريم هون كان انبسط لي. كريم؟ كريم. انا فيش غير كريم اللي رح يساعدني. صح. تفضل مديرنا. والله انه نورناك احنا اليوم حبيبي. حبيبي. أيها الجمع الكريم مشكورين كثير استضفت الجاه الكريمة. آسف. إحنا ما بننكر إنه قبلنا غلط والجاهة تتفهم زعلكم. معكم كل الحق وحقكم سيف على رقبتي ولكن كل بني آدم خطاء. من منا لا يخطئ ولكن خير الخطائين التوابون. لذلك أريد أن أطلب طلب من الجمع الكريم فرصة واحدة للمسامحة عن ما بدر من خالي سامي. رد على البيت شكل في شيء مهم. حاضر عمي. سامي انعدل وتغير ما شاء الله. ألو أنت مين؟ أنت لمين؟ مراد؟ شو بعمل تلفون كريم معك؟ عرفتيني؟ كيف صوتي مميز لا؟ والله غباءك المميز. كريم وين؟ كريم بالجاهة. الجاهة؟ والله صبحة طلع زلمة عاملها. وكما كنت أقول أن التغيير هو الشيء أساسي في شخصية البني آدم وهو الشيء الوحيد الذي لا يتغير. والله يا أستاذ كريم انت ما بتعرف ايش عن ماضي. كان ولد. لا كثير هيك. ولد. استسمحكم على كلمه بين فراد بدون سامي. اوكي ما في مشكله استاذ سامي. بس استنى انا برا المكتب لو سمحت. ماشي. بعرف انك كثير مشغول. شكرا كثير انك قدرت تيجي. هلا هي صاحبتي مش من كثير زمان بس كثير بحبها فتوصلي فيها. خلص تكرم ولا يهمك. اعطيني شوي هلا برجع لك. اوكي.
مرحبا. اهلا. كيف حالك؟ تمام. بدك نصيحتي؟ عفوا؟ اهرب. شو؟ اهرب. احنا عيلة ما بنتعاشر. انا مش فاهم. ما انت مش رح تفهم. احنا هيك كلنا هيك غريبين. شفتي انا؟ اكثر وحدة طبيعية. واضح. سوزان؟ الله يستر الله يستر الله يستر. ان شاء الله ما يطلع بده عملية. عملية شو؟ انت مالك مع عند المدير؟ مالك يا زلمة؟ نسيت يا زلمة خلص. بحس كل اثنين بيستنوا هيك في ممر بكون مستشفى وعاملين. حياة سامي من نظرات استاذ فخر لك. انت كنت مشايفه يعني. يا زلمة هذا الشيب اللي براسه بتفكر من ايش هذا؟ من هناك؟ لا لا من الكبر. شو صار؟ ان شاء الله انها انحلت وانا اتفقت مع الاستاذ. رح نعمل لك امتحان كفاءة، إذا نجحت رح نقبل الأستاذ كريم في المدرسة. لا يا أخي أنا ما بقدم امتحانات. بين كلامك مو صحيح، على كل حال سامي لساته خيخة وبخاف من الامتحانات، وأنت مش رح نقبلك في المدرسة. ما فشرت أخاف من الامتحان. والله أنا بغششك. متى الامتحان؟ مرحبا. اهلا. كيفك؟ تمام. كنت كثير مستحيل. تفضل. شكرا. هلا مش هاي فيها الملح الثاني؟ ملح. انت الخسران. سوزان. فكرك عن شو عم بحكوا هلا؟ أكيد وين بده يسكنني. وين فكرك؟ إذا عنده هالقد عقل بالعصفورية. لا أنا ما بحب أسكن هناك، بخاف من العصافير. أو بتعرفي مش مشكلة، هو طيب إذا بصوني بصونة. جد؟ مش عارفة كيف أحكي لك شكرا، غلبتك معي. لا ولا يهمك. طيب طمني، شو الوضع؟ كويسة، بس ليطمئن قلبي لازم أخذها معي. أوكي، خليني أستشيرها وبرجع لك. يلا أوكي. انتهى الوقت يا فاشل، هات الورقة. زلمه ايش انتهى الوقت؟ لسه انا ما لحقتش اعمل شيء. زلمه انت طالب مني شغلات غريبة. انا الاي كيو تبعي بالسالب، انت بتعرف والله. كيف تقول لي بدي بسهولة سرعة النملة باستخدام نظرية فيثاغورس؟ بسهولة بدك هذا الموضوع؟ طب انا ليش الحق ورا نملة واعرف شو سرعتها وشو بدي فيها؟ يعني كانت سريعة ولا بطيئة، يعني مش فارقة معي. ثانيا أنا أستاذ في كلمات ما بعرف أحكيها عشان أعربها، يعني فسقي قموه كيف بدي أعربها؟ يعني أنا مش عارف ألفظها، كيف بدي أعربها؟ شغلات والله قاعد تطلبها مني، يعني أنت خيالية يا ابن الحلال. خلصت حبيبي؟ هات الورق. لا ما خلصتش سيدي، أنا بس بدي منك آلة حاسبة للسؤال الثامن. السؤال الثامن يا ذكي بالتاريخ، وما لك آلة حاسبة؟ لا ما أنا بدي أحسب التاريخ، أنت ما عليك، أنت بس أعطيني آلة حاسبة. هات الورقة بلا كثرة حكي، ولي الأمر مش للرحل والفلوس. ولي الأمر معلم ثاني ليتعلم ويعلم ويدرس. هلا على الشفهي. ايش الشفهي يا ابن الحلال؟ من 20 سنة مين هو صاحب فكرة فك عجل سيارة الأستاذ خليل ليعمل منها صناديق لقضاء حاجة القطط؟ سيارة الأستاذ خليل؟ لا مش أنا. من 21 سنة كنت تركض هاربا في الممر، وتحديدا أثناء ما فقعت إضاءة الممر. لما فقعت إضاءة الممر؟ لا مش أنا. من 22 سنة القصيدة الشهيرة بعنوان فخري من ريحته بتجري. أيوة فخري من ريحته بتجري، مين كتبها؟ صراحة الكذب حرام، أنا كتبتها.
بس بالله بعد اذنك يا استاذ فخري من ريحته فخري انه يا ابن الحلال هذا ماضي وخلص ما بلاش نتكلم بالماضي ده الماضي ده كان كله جراح يعني واحنا هسه اولاد اليوم وكريم بن اختي يعني ما لهش دخل في الماضي الاسود تبعي فانتم مرقوله يا وسجلوا ولك علي انه امشي على العجين ما يلخبطوش. ماما ما توقعت تجوزيني وانا صغيره وشكر دادي كمان شكر شو؟ ولو ماما فكرتني انا مش عارفه شو مالها. حلو كان لازم نجيب دكتور لزينة كمان. سوزان لزينة كمان؟ ليش الاول اللي كان لمين؟ إيه لامك لامي. شوفي رنا ماشي يعني انا معك انه عادي تشوفي حياتك رواء ويسعد الله بس سوري منك ذوقك زي الزفت. انت شايفه منظره؟ منظر مين؟ منظره. العائلة كلها حرارتها عالية اليوم. شو دخل شكله في الموضوع؟ الزلمة مش هيفحص ويروح. يفحص؟ ايش يفحص؟ سمر حبيبتي. ماما. اليوم كانت تعبانة شوي. حرارتها عالية. بتهلوس. بتشرب شاي. شاي. هيا نجهزت. مين بده يطلع معنا نروح نجيب فستان الخطبة؟ هقولها أنا ولا تقوليها أنت؟ بقولها أنا. من لما دخلت أختي أولاد على حياتي خلص سجل أنا ألبس بدلات إذا ما قدم امتحانات وسجل أولاد في المدارس. إن شاء الله ينجح يا رب. استبهدلت يا زلمة تبهدلت. أنا بستنى نتيجة هسه. يا رب. تعال فوت علي شو صار؟ تعال شو صار؟ شو صار؟ ماله معصب؟ أنا بتشكركم كثير على التفاهم الصراحة. واحنا بنتشرف فيك استاذ كريم اكيد. وانا بدعي لكم اني اصنع منه ولي امر مثالي بنضرب فيه المثل. ان شاء الله بس انا بتوقع الموضوع صعب عليك يعني على كل الاحوال. تفضل هاي متطلبات المدرسه. طلباتك اوامر انت عارفه والله لو طالبين ميك اب لاجيب. لا هذول هذا بسيط. لا استني استاذه بس هون طالبين خمس مساطر انتوا طالب واحد مش خمسه. عشان الماث؟ عشان الماث. ماث الله يرحمه. بس انواع الالوان هون في اكثر شكله لكم نسبه في الالوان يعني. باستيل اويل كلر ووتر كلر. طب هدول ليش؟ عشان كرياتيفتي. ما انت كاتبه ما انت لو كاتبه عشان الكرافيتي ما انا خلص بفهم الكرافيتي ودفتر فرنسي طالبين. طب هو العربي من اليمين للشمال والانجليزي من الشمال لليمين الفرنسي منين من النص ولا وتنظيف هاي تنظيف الدرج ولا الدرج؟ عشان الهايجين والسيفتي بالمدرسة. مزبط تقبل الطلاب من غير ولا أمر؟ بحالتك هاي مزبط.